أنا عندي رسالة للسيد القائد العام البرهان، يعني باسمي وباسمكم وباسم الشعب السوداني وباسم القيم ومبادئ القوات المسلحة والمبادئ اللي قمنا بها احنا كشعب. احنا دارين الناس اللي بيختلفوا معانا في كيف يحكم السودان ودستور السودان، حيتحكم بمبادئ السودان وأخلاق السودان النابعة أصلا من جذور ثابتة ومتصلة بالسماء. احنا عقيدتنا وديننا وأعرافنا وأخلاقنا تتماشى مع كل الأديان السماوية، والناس بيقول لي دار تجيبوا شريعة دارين تجيبوا، لا لا ما بنقول لك أي حاجة، احنا بنقول الحاجة دي الفيصل بيننا وبين أي زول داير حاجة في السودان ده، يا هو ذاك الصندوق بتاع الاستفتاء والصندوق بتاع الانتخابات. بنقول للبرهان احنا دايرين قيمنا دي ترجع واخلاقنا دي ترجع وثباتنا دي يرجع. احنا شفنا فيك الثبات واتفقنا او اختلفنا، هو فاهم شكل الرسالة بتاع الشعب والجيش وفاهم الضغوط اللي مروا بيها الناس ولازم يستوعب الحاجة دي، يعني هو يتعامل حتى مع التمرد بحكمة وروية، يتعامل مع القيادات الخانت وباعت بحكمة وروية، يتعامل مع قبائل خانت وباعت بحكمة وروية، فلازم يتعامل مع الشعب السوداني الصابر الصامد ده بسعة الصدر دي ويتقبل ويتحمل الرسائل اللي بتصله. احنا شفنا البرهان في مرحلة حكومة لها 30 سنة، وشفناه في مرحلة ثورة، وشفناه في مرحلة انتقالية، وشفناه في مرحلة قرارات إصلاحية، وشفناه في مرحلة حرب، وشفناه في مرحلة الانتصار. أنا دار أوصل لك رسالة يا برهان على لسان ريماز، أنا حتصل بريماز حسي يا برهان ودارك تسمع الكلام ده منها. الناس هتخش ريماز معي في المكالمة دي، فخليكم هينين ولينين معاها وتحملوا منها، ويعني هي ربنا سبحانه وتعالى امتحنها واختبرها يعني، وثابتة وصابرة، وفي ناس عارفين ريماز وقصتها، هي بتعرف الجيش وبتعرف البرهان وبتعرف الانصراف، وبتدعو ليلة ونهارة انه القوات المسلحة تنتصر والجيش ينتصر. ولو سمعت سؤال عن البرهان كنت معاه في مكالمة، وأظن المكالمة مسجلة في صفحة أخونا عبد الرحمن الركابي ربنا يجزيه خير، وسألتني من البرهان هو كيف، هو كويس صحته كويس، أنا شعرت فيها إحساس ورسالة لازم البرهان يسمعها ذاته ويعرف إنه الناس اللي معاه والشعب اللي معاه يعني معتقد فيه ولا درجة. فأنا هتصل بريماز الآن، خليكم هينين ولينين مع ريماز، فريماز بضع من الانصراف ولا تؤذوني فيها. السلام عليكم ريماز. كيف تمام؟ الحمد لله انت معي في اللايف حسي. تمام. دار توصل رسالتك للقوات المسلحة وتشكريهم على الانتصارات وترسلي تحياتك وسلامك للقيادة وللبرهان. أنا سامعك والناس سامعينك يا ريماس. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أول حاجة بحيي الجيش، الله أكبر. أنا رقم واحد، نعم وأنا بريء أمن من كل قلبي، ربنا يوفق جيشي وربنا ينصره. الله أكبر. أمن من كل قلبي وفي جيشي وأمن الإنسان يا رب. إن شاء الله ده ربك، من أجل الدنيا. إن شاء الله. والله بحب الجيش ومناي
مناي في الدنيا أبقى يا زي كنت مناي في الدنيا. بإذن الله إحنا نكلم البرهان، حسي البرهان بيكون بيسمعك والجيش وقيادته بيسمعوكي، وحيدوكي الكاك بتاع القوات المسلحة، وحيدوكي رتبة في القوات المسلحة، وانت الآن جندي في القوات المسلحة يا ريمز. مبروك والله مبروك الله مبروك الله أكبر الله أكبر الله أكبر مبروك دارت تقول والله أنا بموت صدقة. لا لا حسي، من الليلة أنت جندي في القوات المسلحة. أنا أيوة أنت جندي الآن في القوات المسلحة، والبرهان حيديكي رتبة، والقوات المسلحة حتديكي الكاكي حقها، ونستقبلك استقبال الأبطال في مطار بورسودان، ونستقبلك استقبال الأبطال في مطار الخرطوم كمان بإذن الله. الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر. والله مزاج عليكم وأكون جنبكم، والله نفسي أكون معاكم وأكون جنبكم إن شاء الله. دار تقول شنو للبرهان؟ والله يا أبويا برهان، أنا نفسي أكون معاكم ونسي ألاقيك ونسي أسمع صوتك يا أبويا برهان. حسي إن شاء الله رسالتك تصل، إن شاء الله رسالتك تصل، وإن شاء الله البرهان يتصل عليكي، وإن شاء الله تجي السودان تكوني في القوات المسلحة ويستقبلك البرهان ذاته. أي والله ما عارف أقول شنو. أي حاجة أنت عاوزاها يا رماز إحنا نعملها لك، أي حاجة. إن شاء الله لأن كلنا مع بعض بإذن الله، كلنا جيش كلنا جيش كلنا برهان كلنا برهان. دار تقول حاجة للجيش تاني؟ ربنا يقويه وربنا ينصره يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. خلاص يلا انا حواصل اللايف، وبعدين ان شاء الله بنرجع لك تاني ان شاء الله. يا والهدية حقتك وصلت ناس بحري، وناس بحري مبسوطين منك وبدعوا ليكي، ربنا يحفظك وربنا يواليك بالصحة والعافية إن شاء الله. كل ناس بحري مبسوطين منك، والجيش مبسوط منك. اللهم آمين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ريماز، ربنا يحفظك إن شاء الله إن شاء الله. أي أنا من الجيش، أنا صورة الجيش، ربنا يقويك وربنا ربنا يقويكم يا الله. اللهم آمين يا ريماز. يلا ليه بعدين إن شاء الله، أنا واصل اللايف إن شاء الله. يلا سلام. ربنا يحفظ ريماز، وربنا ينصرنا بدعواتها، وربنا يعني يوحد القوات المسلحة والشعب السوداني. وهي كانت عندها رسالة للقائد البرهان، وبتقول له يا أبويا البرهان، وكان نفسها إنه البرهان يعني يتصل عليها ويتكلم معاها، وإن شاء الله تتحقق الأمنية دي، وإن شاء الله رسالتها تصل للسيد القائد العام، وإن شاء الله يلبي لها طلبها. ومن هنا برضو بنقول للقوات المسلحة يعني ريماز وكثير من الناس اللي بيحب القوات المسلحة، الجيش يفرد لهم مساحة ويحتويهم ويحتضنهم، والجيش الله عز وجل استجاب لدعواتهم ونصرنا بدعواتهم وب ثبات يعني وثقتهم فيكم.
في الجيش إن شاء الله يفرد لهم مساحة. وربنا إن شاء الله ينصرنا ويثبتنا. إحنا الليلة بنعيش انتصارات كبيرة في كل السودان، وإحنا بندعم القوات المسلحة في الصح، وبنصحح مسارة في الغلط، ومحل ما مشى الجيش بلقانا يعني. بشريات جبل موية وانتصارات ترفع الرأس حقيقة، وأكادت الأعادي وثبتت السودان، وإحنا في خضم معارك ومؤامرات لا حصر لها. وكتير بنتكلم بنقول العدو ممكن يعمل شنو في يده شنو. فالليلة كل ما نتقدم خطوة في جبل موية وفي المصفى وفي بحر وفي الخرطوم، وزي ما بشرنا السيد القائد ومساعد القائد العام ياسر العطا بأنه في الساعات القادمة إن شاء الله حنسمع بشريات في الخرطوم. وأهم حاجة إنه تكتيك الجيش واستراتيجية الجيش في الخرطوم دي، إذا بقت الساعات القادمة أو الـ5 يوم القادمة أو الـ10 يوم القادمة، ده ما موضوعنا. موضوعنا إنه الجيش الآن خد رجله في الخرطوم، موضوعنا إنه الجيش الآن ينظف ولاية الخرطوم، موضوعنا إنه الجيش فتح الباب من المعسكرات وطلع بتخطيط واستراتيجية. فسيد القائد ياسر بشرنا في الساعات، وإن شاء الله الناس تفهم إنه إحنا عندنا شغل الآن في ولاية الخرطوم. عندنا شغل حيكون في أركويت وفي جنوب الخرطوم، في سوبا، في سوبا شريق، في الحاج يوسف، في جبل أولياء. جبل أولياء الآن نبشر أهلها إنه زمان كان عندها جيش واحد، الليلة عندها 3 جيوش. يعني بشريات التقاء الجيوش الليلة في جبل موية هي بتورينا إنه أمنت النيل الأبيض بإذن الله. وبداية حنبدأها إن شاء الله من جبل أولياء، والناس تتحرك، وزي ما تحركنا في بحري وتحركنا في مدرمان وتحركنا في جبل موية، نتحرك كلنا في جبل أولياء ونستعيد ركائز السودان، ونستعيد مداخل ومخارج السودان، ونستعيد جبال السودان، ونستعيد سدود السودان. كلها تكون في يد الشعب السوداني بحماية القوات المسلحة. الانتصار في جبل موية هو انتصار استراتيجي محوري. أنا كده أمنت الشارع بتاع سنار كوستي. الليلة الدولار هبط هبوط مفاجئ، وأسعار السلع يعني أنا بقول لك الفرق في حاجات بتصل 8 مليون بس القوات المسلحة دي دخلت جبل موية، في السكر وفي الدقيق وفي البنزين. والناس اللي بتحتكر المواد الغذائية والمحروقات احنا بنبشرهم والله، بنقول لهم خلال الاسبوع ده الانفراجة، وحشوفوا التجار المشوا عطبرة وبدوا يشتغلوا هناك، والتخليص الجمركي في عطبرة ديل ان شاء الله الايام الجاية حتنزل كل الحاويات، حتنزل تاني في القضارف. ومن هنا بنرسل رسالة ل حكومة القضارف الضرائب اللي ما عندها معنى الفترة اللي فاتت دي، وصلتوها من 800 ل 5 مليار، حنوجه فيها الإعلام عشان نكشف بواطن الفساد واستغلال حوجة المواطن، وانتوا حتكونوا هدف بالمناسبة. حنبشر الناس في الأبيض بإذن الله، وحنبشر الناس في شمال كردفان وغرب كردفان، وحنبشر الناس بالجنينة في الساعات الجاية وفي الأيام الجاية، وحنقول لهم والله دارفور خالية من التمرد. الدعم السريع كان عارف إنه المشتركة والساتة والمستنفرين والقبائل الواقفة في حقها واللي بتدافع عن عرضها في دارفور إذا طلعت من الفاشر، فالدعم السريع حيتم اجتثاثه من جذوره. هم فاهمين الكلام ده، والكلام ده ما كان نبوءة ولا كان أحلام، دي أمان الشعب السوداني وحققوها الرجال دي. والآن الخرطوم وسنار والنيل الأبيض وشمال كردفان والمناطق اللي كانت بتعاني، الآن انتوا انتصاراتكم دي بادية من دارفور،
وان شاء الله المعركة دي حينهوها الرجال في دارفور، في كل دارفور هتشوفوا الانتصارات وعودة القوات المسلحة بإذن الله معززة مكرمة ودحر الميليشيا. انتصارنا الليلة في جبل موية فتح علينا الطريق إلى مدني في ساعات، انت تتوقع مدني، تسمع مدني، تستبشر وخير. الناس متضايقة والناس تعبانة، لكن احنا بنقول احنا مع بعض اتحملنا ودفعنا الثمن انتصارنا ودفعنا ثمن حريتنا، وما تشوفوا تستهونوا الثمن في اللي بذلناه في المعركة دي. الناس اللي بيقول لك حارب عبثية، هو ده المجرم اللي بيقول حارب عبثية، ده هو المجرم، احنا تخلصنا منه. تخيل انه الله عز وجل جمع في ميليشيا الدعم السريع كل المجرمين اللي في السودان، كل الخونة اللي في السودان بقدرة الله عز وجل، حتى المساجين الخطرين اللي كانوا في الأحياء، وحتى الناس اللي كانوا بلطجية، والناس اللي كانوا بيسببوا تهديد في أي حي آمن، والناس اللي كانوا بيستقووا على الناس البسطة اللي بيفرشوا في السوق، بقوتهم ديل بقوا مع الميليشيا وأصبحوا المتعاونين وأصبحوا المرصودين. الآن إذا هي إحنا ما ظلتنا الجيش، أي حاجة إحنا بنقول عمل الجيش، لكن حقيقة المتعاونين في مختلف بقاع السودان بيموتوا على يد المواطنين الأحرار بالمناسبة. عشان كده هم يصرخون وشابكيننا منظمات التحقيق، وحنجي نحمي المدنيين. تحمي منو؟ من منو يا زول؟ المتعاونين دول قاعدين يموتوا على يد المواطنين. انت قال الناس دي صبروا عليك سنتين، ما انت كنت مؤمل ومستوي، انت استقويت بالشيطان يا زول. والله عز وجل بشرنا قال لنا الشيطان ده كيده ضعيف في النهايه، ما عنده حاجه. الله عز وجل قال لنا الشيطان ده كيده ضعيف، فانتوا استقويتوا بهم. والناس الان انت كنت واحد بقوه السلاح بتبقى 100، لكن حسي احنا 100 وبقوة السلاح بنبقى 10,000. والله ما تفلت ولا يفلت منكم زول، لا جوا السودان لا برا السودان، ولا الطاول بتعليق بس. واحنا قبل كده حذرنا الناس لكن الناس ما دارت تسمع. انتوا قالوا انها ظرافه ولطافه، تعملوا لنا التشويش وتعملوا لنا الاحباط، ده هتدفع الثمن. انت هتكون في مواجهه 50 مليون، والمعارض الذكي بيعارض النظام والرئيس ما بيعارض شعبه. انتوا ابلد معارضه ربنا خلقها في الدنيا، تتمسخروا وتستهتروا بشعبكم في النهايه هتمشوا مننا وين؟ الدول الاوياكم دي في النهايه تقدمكم لنا قربان رضا للشعب السوداني. عندنا مصالح مع دول، هتكون في مصالح. اول حاجه هنقول جيبوا لنا فلان، والله يجيبوكم مربطين ومكرفزين. في ناس قاعدين كل يوم بالساعات بتشاور انه القحات دي لما نمسكهم حنعمل فيهم شنو، نعمل فيهم شنو يشفي صدور الشعب السوداني وصدور المؤمنين، نعمل فيهم شنو. والله ناس كل يوم بيقعدوا بالساعات، يا اخواننا نجيبهم نتفتف فيهم، يا اخواننا نجيبهم ننبذهم بس، يا اخواننا نجيبهم نقطعهم، يا اخواننا نجيبهم نحرقهم. كله بيتقال، كله بيتقال وكله بيتسوى. هتمشوا مننا وين؟ هتمشوا مننا وين؟ حذرناكم وقلنا لكم مصارعكم شايفينها قدامنا، يا اخواننا ارعوا وامشوا في الطريق الصحيح. رفضتوا وقد كان. انتصر الشعب السوداني الان. الدعم السريع احتل اماكن، احنا بالنسبه لنا ما هزيمه، لكن الانتصار الحقيقي استرداد المنطقه. الانسحاب ده ما كسرنا ولا غير موقفنا من قواتنا المسلحة والقوات المساندة، ولا غير موقفنا من انتصارنا، ولا زعزعنا شبر. قبل المعركة دي ما بدت وأثناء المعركة ومع بداية المعركة كان عندنا كلمة واحدة، حميتي قال البلد دي حلة وربيطة عندنا احنا ديل. قلنا له والله يا حميتي وانت حي بتسمع في الكلام، قلنا له والله البلد دي حلة وربيطة عند الشعب السوداني، احنا نقول اللي يقعد يقعد ونقول اللي يمشي يمشي، واللي عنده قول فوق قولنا اللي يقوله، واللي عنده جيش فوق جيشنا ده اللي ينزل بالشارع، واللي ارجل مننا اللي ورينا.
وقد كان ربنا سبحانه وتعالى نصرنا كل يوم احنا في انتصار، وكل يوم في استرداد منطقة، وكل يوم في دحر الميليشيا. استرداد المنطقة الناس بيفتكروها عملية سهلة، لا لا، ما سهلة المنطقة حنستردها، ما فيها متعاون ولا فيها مجرم ولا فيها مخبر ولا فيها جاسوس ولا فيها مرأة بتبيع أعراض البنات ولا النساء ولا بتفشي أسرار البلد للميليشيا. هتخشوا وتلقوا بلدكم نظيفة فاضية، وبتخلوا أبوابكم دي فاتحة، وده كان وعدنا من الله عز وجل إنكم تكونوا في أمان، تخلوا أبوابكم وشبابيكم مفتحة. ولا يخشى المسافر من الفاشر لحد الدبة في الشمالية إلا إنه الليستيك بتاعه يبنشر. تاني ما في حاجة اسمها قطع طريق، ولا في حاجة اسمها نهب مسلح، ولا في حاجة اسمها رد فلان ولا رد الحزب الفلاني ولا رد الفلان الفلاني. يا عمر سرار، السفينة لسه واقفة، اركب معنا يا زول، لأن احنا عبرنا والله العظيم. انت ما عندك مصلحة إلا هي مصلحة الشعب السوداني، ولسه احنا لا نزكيك على الله يا عمر سرار. تعال اركب معنا، سفينة ماشية. أصحاب البيوت وأصحاب الإرث التاريخي المبني على دماء الشعب السوداني ده انتهوا. أنا ما هتكلم في الانتصارات اللي انتوا عايشينها. احنا وعدنا وبشرنا الناس بثلاثة مناطق، والثلاثة مناطق من ضمنها ولاية الخرطوم، وحصل في تأخير في العمليات العسكرية، و العملية بدأت بالليل، والناس المكلفين اخوانكم في البراء قاموا بواجبهم، احنا طلبناهم بالاسم في الخرطوم وهم لبوا النداء، وقلنا يا اخي ربط الجيوش والعملية الاخيرة اللي هو عملية القيادة العامة، والجيش في تكتيكه احنا ما فاهمين شو شنو، لكن أنا لسه بتكلم عن قيادة السيطرة في المهندسين، وبتكلم عن جيش المهندسين، و يعني إحنا ما في مرحلة تراجع ولا انهزام. العملية دي اتأخرت لأن القوات المسلحة المكلفة، الجزء المكلف بالاقتحام واستلام مواقعه اتأخر، والناس دي بطونة طمت من الحاجة دي حقيقة، وإحنا ذاته بطونة طمت، لأنه إحنا عارفين سلاح نتوفر، وعارفين مقاتليننا وتدريبهم، وعارفين مواقعنا المفروض نستلمه، واحنا بدينا الخطوة الأولى والناس استلمت، الجيش المفروض يواصل فيها، ولكن العملية ما تمت. الاستعداد بتاع الجيش اللي بياخد شهرين وثلاثة، الحاجة دي أنا بقول للقيادة الكلام ده ما فيه. إذا عندكم تأخير أطلبوا من الناس اللي نزلوا الميدان ديل، المجاهدين ديل وهيئة العمليات والاحتياطي اللي استلموا مواقعهم وحصل تأخير في العملية وفقدنا فيه أرواح وفقدنا فيه شهداء، ما لقوة الميليشيا ولا لأنه والله الميليشيا استعدت ولا عندها القدرة تواجهنا، والناس تكون عارفة الكلام ده، ولكن انتوا فاهمين انا بقول في شنو. فاحنا الفكرة بتاعت الترتيب اللي بيقعد تاني شهرين وثلاثة والجيش، لا الكلام ده ما عندنا. دي رسالة واضحة للسيطرة، ورسالة واضحة لقيادة العمليات في المهندسين. الحاجة اللي حصلت في الصباح الساعات الأولى دي عوضوها أخواننا في جبل موية، وعوضوها أخواننا هناك في الجنينة، وإحنا الآن على مشارف الجنينة، وفي كل ساعة وفي كل دقيقة تتوقع البشريات من أخوانكم في المشتركة والفرقة السادة. عوضوها أخواننا في قوات ربك، وعوضوها أخواننا في جيش النيل الأبيض والنيل الأزرق، وعوضوها اخواننا في 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 السنار، والتقاء الجيوش ديل، وزياره الفارس الفريق اول كباشي، وكان حاضر، وعمليات النيل الابيض وجبل مويه باشراف واستراتيجيه كباشي، وشفت شغله. احنا هم ديل الليله غطوا الحاجه دي. انا الكلام بتاع الجيش اللي بيجي بيقعد ندرس الاخطاء والراجع، الكلام ده والله العظيم لا بيقسم معانا ولا لا. اخواننا الدار نوط النوط يا اخوان، دار انجز انجز يا اخوان، الحرب ده ما واضح. التاخير بتاع العمليات العسكريه بيدخلنا في متاهه تانيه.
اللي هي انا جاي اتكلم فيها المتاهة. لما نيجي نقول نشرب مويه دوحها اول حاجة، الحين والشيف ان شاء الله. المتاهة اللي احنا خاشين فيها المبعوث الاممي شغال مع قحط، ومبارح شفتوه هو نكرن قحط مصر انه تخش قوات اممية. ليه تخش قوات اممية؟ لانه احنا في بداية المعركة قلنا لخالد السلك انت ما بتخش السودان ده الا محروس بعربات اليو ان، غير كده ما عندك حل. وخالد فاهم الحاجة دي وعارف انه مشكلته ما مع البرهان ولا مع الجيش، مشكلته تحولت الى الشعب السوداني اللي كشفوا وفضحوا. فخالد تاني ما بيقدر يمارس اي حاجه، حتى الكوره دي ما بيقدر يمارسها، هو فاهم الكلام ده. فتسعى قحط بكل ما اوتيت من قوه. كنت بسمع في راديو كابانجا لقاء مع 2 سفراء، واحد ناطق باسم جامعه الدول العربيه وكان في بعثتهم في العراق، وهو عارف اللي حصل في العراق، اتكلم امبارح عن فوائد وجود القوى الامميه وانه البلد دي لازم يكون فيها ده سفراء قحات الجزم. وسفير تاني عاش في فتره الانقاذ وكان في فتره الانقاذ دي سفير، تمام، وجا حسي لما فقد مناصبه واتكشف واتفضح بيتكلم امس عن طرفي النزاع، وانه يا اخ والله ما في وسيله لتامين المدنيين الا دخول قوات اجنبيه، وبيتكلموا عن انه بيقولوا والله البعثات الامميه دي دخلت دول فشلت ولكن نجحت في دول تانية. بكره ان شاء الله حيكون كلامنا معاهم، حنشغلوا لهم ونقول لهم بالورقه والقلم ورونا الدوله دخلت فيها بعثه الامم المتحده نجحت فيها، والفصل السابع نجح فيها، وعندكم في العراق نموذج، وعندكم في افريقيا نموذج، وعندكم في اليمن نموذج، وشايفين انتوا براكم اللي بيموتوا الشعب اليمني اللي بيموت، وشايفين الشعب العراقي بيموت، شايفين في كل حته خدتوا فيها اصحاب القبعات الزرقاء ديل رجول اللي بيحصل في البلاد شنو؟ تسعى قحط الان لتفتيت السودان وتقسيمه. احنا لما بنتكلم في بدايه المعركه بنقول انه انا والله شغال ب1% من طاقتي، والناس كانوا يقول لك الزول ده بيتكلم بنرجسية والزول ده بيتكلم بافتراء وعامل فيها. الحرب الحقيقية جاية، والناس دايما بيقولوا الحرب الحقيقية حتبدأ بعد انتهاء المعركة، اللي هي الحرب على الفساد والحرب على العنصرية والحرب على المحسوبية، دي كلها حقيقة، لكن الحرب الحقيقية المفروض نخوض الآن هي تحالف الشيطان وبيجمع في قواته وكل يوم والتاني بيفتدي علينا في حاجة. قحط الآن تسعى إنها تدخل ميليشيا، الحاجة دي إحنا ما بنتكلم فيها كل يوم ليه؟ لأنه حسمها في الميدان. الليلة دارين يدخلوا قوات أممية في جبل موية، حنقول لهم جبل موية في يد القوات المسلحة وفي يد المواطن، ما عندكم حوجة هناك، والجيش فتح الشوارع والأكل والشراب دخل لجبل موية، إحنا ما دارين قواتكم الأممية هناك. حيقول لنا دارين نجيب قوات أممية في بحري، أولادكم الفدائيين اللي عبروا الكباري وعبروا الجسور وعبروا المؤامرات وأمنوا السودان، هم الآن حنقول لهم في بحري ما محتاجين القوات دي. لكن الخبيث المضلل الكتب المنشور انه بتتم تصفيه المواطنين وكانه ما في حاجه، واخذوا كلامه ده المنظمات وسعي فيه، حنثبت له من الميدان باذن الله. حسم المؤامرات الكثيره اللي بتدور دي انتوا كنتوا ما عارفينها، وشغال فيها المبعوث وشغال فيها جنيفا وشغال فيها مصر وشغاله فيها السعوديه وقطر وكل الدول دي شغاله فيها. نزع السلاح من القوات المسلحة وإدخال قوات أممية ونزع الشرعية من مجلس السيادة، ولكن دي كلها صد لها الجيش والفدائيين أولادكم المستنفرين وجيشكم في الشارع احتياطي وهيئة عمليات، إحنا ما محتاجينها. حيجوا يقولوا دارين شنو يعني؟
قول لنا احنا حررنا السودان ده. عشان كده تأخير العملية العسكرية يا سلاح المهندسين، تأخير العملية العسكرية يا قيادة السيطرة هو هيسبب انه الحياة دي هتتحرك. انتوا اللي بتدوهم فرق. اليوم اللي بتضيعوه بهناك بيكونوا عملوا 6000 مؤامرة. تأخير أي عملية عسكرية وأي خطة الناس حلفت فيها مصحف أنت بتضيعها في الدقيقة الواحدة، بيجي بتجيب لنا مؤامرة تانية ما بنقدر نسدها ونردها. وأنا هديك نموذج من المؤامرة التي تحاك. في ناس علقت برضو إنه أنا ما علقت على خطاب البرهان في الأمم المتحدة، وخطاب كان مشرف وسيادي، لكن البرهان جدع فيهم مفتاح، يعني الناس كانت مستغربة فيه. هو حي كل الناس الواقفة وخاطب الدول المتآمرة اللي بتتدخل في شؤون الدول، وفي المؤتمر الصحفي سمى الإمارات عديل وسمى بعض الدول يعني، ودي جسارته اللي بنعهد فيه وحكمته، يعني إنه في المنصة ما عاد دول بصورة كفاحا، لأنه الدول دي عندها خطة بديلة فهو ما قدر يديها الفرقة. ولكن واجههم في المؤتمر الصحفي وخاطبهم يعني. والبرهان جدع مفتاح في الموضوع ده، فحي المقاومة في فلسطين وحي فلسطين بصورة واضحة، والناس استغربت الحاجة دي، وانت من حقك تستغرب وانا ذاتي استغرب. ده المفتاح، كان مفتاح ما اعرف الناس لقطته ولا ما لقطته. عشان كده انا ما علقت على الخطاب، لانه متوقع في مقبل الايام تحصل حاجة، وقد كان يعني. نزل تقرير في الجريدة الكويتية اول امبارح، وبرضه كنت براغب في الميديا وبراغب في القنوات الاعلامية، ما في زي جاب له طاري، وتقرير خطير طبعا. فأنا رابطه بالخطاب بتاع البرهان لما حي فلسطين والمقاومة الفلسطينية، والمقاومة الفلسطينية هي حماس، وحماس طبعا مصنفة منظمة إرهابية. شنو يعني منظمة إرهابية؟ يعني التعامل معها العلني بيسبب لك عقوبات وبيجيب لك كفاوي. فواحدة من الحاجات اللي بتروج لها قحط في الفترة اللي فاتت إنه السودان بيتعامل مع منظمات إرهابية وبيتعامل مع حماس تحديدا. فكيف السيد القائد العام تفوت عليه الحتة دي، او هو يعلن موقف واضح بدعمه لقضية فلسطين ودعمه للمقاومة الفلسطينية في سرداد حقوقها المغتصبة؟ ففي التوقيت ده انت بتكون بتهادن في دول الظلام يعني. ولكن ظهرت الحاجة دي في انه انا الليلة حيات البرهان دارين نخطه في التراك الصحيح يعني، او التراك الصحيح. انا حييته الليله لانه المعركه اللي حيخوضها هي معركه كبيره. لاول مره في التاريخ رئيس سوداني يخلي الخواجات يقدموا له السبت وبعدين يجي يشيل اللحد. لما كنا بنرد على قحط بنقول لهم انتوا يتهددون بشنو؟ بالموقف الدولي. طيب احنا الان بنتعامل مع امريكا مباشرة، اذا احنا زحينا الوسيط اللي هو احزاب قحط، وزحينا الوسيط السعودية، وزحينا الوسيط الامارات. ممتاز، خطوة حلوة دي، خطوة حلوة. طيب لما نزح الناس دي، هل الدول دي هترضى؟ يعني يا حج السلام عليكم كيف اخبارك، حارب يعني شنو؟ حارب انك بتحارب من اجل زيادة اكلك وشرابك او المساحات اللي بتسيطر عليها، يعني فيها عملية بتاعت ازاحة، تزيح زول تقعد في حتته، دي اسمها الحرب باختصار يا حجة. طيب احنا حاربنا مجموعة من الدول والان زحيناهم وحنقعد في مكانه، ما اصلا المنتصر حيقعد محل المهزوم ولا شنو؟ يعني احنا لو كنا تهزمنا في القيادة وتهزمنا في القصر الجمهوري وتهزمنا في الفاشر وتهزمنا في الجزيرة وتهزمنا في جبل مويه، الدعم السريع عمل شنو؟ زحانا قاعد محلنا. لما انا اقول في تدخل
دولي وتدخل خارجي، يعني دولة ترسل دعم وسلاح لدولة تانية وتدي للميليشيا، مصلحتها شنو؟ عندها مصلحة تزح الحكومة القاعدة دي وتستفيد من الثروات هي وتديرها هي. إذا كانت انتصرت الميليشيا فكانت الإمارات حتعمل الشغل. إحنا انتصرنا حسي حنزح الإمارات، زحيناها، هل الإمارات حتقبل ولا حتطلع من المنظومة وتبدأ تشتغل استرداد لكرامتها؟ لأنها لازم تخضع علينا، ما في حل. إحنا قلنا معركتنا دي معركة إخضاع، تركع للبودة، ما عندك حل، هنركعك للبودة. دولة منظمة، رئيس ميليشيا سياسي، شفت البودة شايفه؟ أي تركع له، ده دي إخضاع عديل، عشان ما تيجي بعدين تعمل لنا فيها فنون وجنون. دي الحرب يا حجة. طيب احنا زحينا الناس ديل، هل حيقبلوا؟ الناطق باللغة العربية باسم دولة الكيان الصابوني، ونحاول نتفادى اسماء الحياة دي لانه دي اللي بتحذف اللايف، وانا طبعا ما بيفرق معي، انتوا كتار سمعتوا خلاص، نقول دولة الكيان الصابوني، نمشي اللايف يعني عشان ما يضرب. الناطق باسم الكيان الصابوني في الخليج والأفريقيا كانت دولة قطر والإمارات، والآن هي السعودية. وسيط يعني، أي حاجة عندك مع دولة الكيان الصابوني بيجوك الأبان عقارات ديل بيشتروا رضاك بالقروش، وبيمشوا بهناك بيرقدوا وبيشتروا رضاهم برضو بالقروش. فننصب فلان، ناخد فلان ملك، نجيب فلان، لو ما رضى عنك الكيان الصابوني انت ما بتقدر تحكم دولتك. كلنا فاهمين الحاجة دي. فدولة الكيان الصابوني الآن إحنا بنتعامل معاه مباشرة. عملية التطبيع اللي عملها البرهان في 2020 كان مفروض يقوم بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اللي هو يدعو للتطبيع مع إسرائيل، ولكن ما قام بها عبد الله حمدوك. ليه؟ لأنه البرهان أشفت منه، وممكن سبب لأنه دولة الكيان الصابوني ما بتتعامل مع أنظمة سطحية ولا حاجات متغيرة، دي مواقف لازم تتبني على أسس. الأساس بيكون بالنسبة لدولة الكيان الصابوني شنو؟ الجيش. فعرفت تختار منو تتعامل معه، اتعاملت مع البرهان. طيب البرهان مطبع في نفس الوقت هو داعم للقضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة، وده خطاب ثوري اللي قاله البرهان أمام الأمم المتحدة، وتصريحه بدعمه للمقاومة الفلسطينية ده ما سبقوا فيها الا الجيفارة، وما في زول متوقع الحاجه دي. دي عمليه جباره يعني، واحنا قلنا دارين مواقفنا معلنه من كل الدول، اللي بنعاديه ونعاديه واللي بنحبه نقوله له عديل. فقحت ما عندها حاجه الوبايه ده البرهان او الجيش. هتقول له نحن بنتعامل مع منظمات، هنقول لهم منظمات دي قاعدين نستقبلها في بورسودان. هتقول لهم احنا ماشيين الامم المتحده، هنقول لهم البرهان مشى في الحرب دي مرتين وخاطب الامم المتحده. هيقول لنا والله حنجيب لكم دعومات من بره، هنقول لهم والله وصلنا الصين وتايلاند، وصلنا روسيا وايران، ووزراء خارجياتهم بيصلونا، ورئيسنا قاعدين يستقبلوه استقبال الفاتحين في الصين. هيقول لنا اسرائيل، هنقول لهم طبعنا معاه وطبع معاه البرهان ده شخصيا. طيب في حاجة في يدهم تاني، هنا النازل حيسكتوا؟ لكن هنا بتبدأ المعركة الحقيقية. فقاموا في المرحلة دي البرهان قدم لهم السبت بالتطبيع، والبرهان قدم لهم السبت وشالوا منهم. هسي هم طبعا أكيد راضين عن عمليات انفتاح القوات المسلحة، ما السلاح البيينة ده أمريكا راضي عنه، نكون واضحين يعني، ولا شنو؟ واس السعودية دي بتمسك لها باخرة ولا بتقدر تمسك لها الركشة بدون إذن أمريكا؟ طيب السلاح ده وصلنا، يبقى أمريكا شنو؟ في العالم شابكين لنا مفاوضات، اللي احنا مسمينه المبعوث الأمريكي مسمينه بيرلو دنجر بتاع الصواطة، لكن ده كله باتفاق يعني، واضح يعني إنه مروح في القحاتة ديل، مرة يجيبهم مصر، مرة يوعدهم بالليجات، مروحة. لكن أمريكا راضية عن الحاجة اللي بنعمل فيها الآن،
ورفعت يدها تماما من الإمارات، ورفعت يدها تماما من الميليشيا، ورفعت يدها تماما من أثيوبيا، ورفعت يدها من المؤامرة. والآن المؤامرة دي ما في يدها، أو إنها تخش في مواجهة حقيقية مع الشعب السوداني، ودي ما عندها لا مبرر. دارين نحمي المدنيين، المدنيين لابسين كاكي، دارين ننزل بقواتنا نحمي المواطنين من الجيش، الجيش كله سودانيين وكله مواطنين. دار تسوي شنو امريكا في السودان؟ ما عندها دخلة، ما في طريق، الموضوع ده مكرب محصن مقفل، ما في فرق. الامريكان الان يخضعوا لاراده الشعب السوداني، ودي اللي قال البرهان وبنكررها احنا دي كلمه من بدينا نتكلم، انه اراده الشعوب ستنتصر، وانا بقصد الشعوب الحره كلها. واحنا بنتكلم عن النموذج اللي هيقدمه الشعب السوداني لباقي الشعوب. قامت أمريكا ودولة الكيان الصابوني وحلفاء نقلوا المعركة دي، أجلوها. الآن اتحسمت المعركة، والآن الشعب السوداني انتصر وقواتنا انتصرت، الموضوع ده انتهى. أجلوا المعركة لخمس سنين قادمة. قول لي عرفتها خمس سنة كيف؟ أنا أوريك بعد شوية. نقلوا المعركة دي، أجلوها، شالوها حتة تانية، وقاموا دارين يخلقوا ليهم مبرر يخشوا بيه بعد خمس سنين. حس ما عندهم سبب يخشوا بالسودان. يعني كلام تسابيح في سكاي بي انها تقول الجيش بيتعامل مع قيادات ارهابيه، وانا عندي حساباتهم، ده كلام فارغ صحه طبعا، بتونس بيه الاماراتيين بتاعنا دي ما بياخد بيه يعني. الكلام ده قاله خبير استراتيجي امني لبايدن، قال له يا اخي اسمع، انت قاعدين تتلقوا اخبار استخباراتيه من ناس ما موثوق في كلامهم، بيقصد الامارات وبيقصد المخابرات المصريه وبيقصد القحات اللي كانوا قاعدين في السودان وبيقصد الرؤساء الافارقه. اسي امريكا ما عندها، ما في مبرر، ما عندك حجه، دار تسوي شنو في السودان؟ دار نحمي الشعب؟ ما بتقدر، ما احنا شعب ده ذات المسلح، تقال المسلح منو يعني؟ ولذلك صرينا انه المبادئ المستنفار يعلنوا الرئيس واحنا نلبس كاكي جيش عشان نكون في بنعمل فوضى كله شرعي. فدارين يلقوا لهم حجه، ما لقوا ارهابيين، ما لقوا حماس، ما لقوا مقاومه، ما لقوا سبب الفلول الاخوان، ما لقوا الحاجه دي، ما لقوها. فقاموا حس قالوا احنا ما نجيبها، تخيل يعني في نص الحرب دي قالوا احنا ما نجيب الجماعه دي. يا اخي انا بقيت اروح بفصل عادل، الله الاكسجين بيروح. قاموا قالوا احنا ما نلعب اللعبة دي، نعمل لنا حجة بعد خمس سنة. طيب قالوا احنا ما نأجل المعركة دي خمس سنة. تقوم جريدة بالنسبة لنا احنا ما معروفة، اسمها جريدة القبس الكويتية، لا هي ما جريدة القبس الكويتية، نقلا عن وكالة القدس في جريدة الجريدة الكويتية، تجيب خبر كده بيفوق كده، قال لك اخبار الاولى حماس تدرس الخروج إلى السودان مقابل انسحاب إسرائيل واستعادة الأموال. مر عليكم العنوان ده شفاته؟
الكلام ده قبل يومين، وانا كنت براقب في المشهد وكنت بشوف القحات هيستلموا الموضوع ده كيف. عودة الفلول وعودة الكيزان، وده الناس حماس جايينكم، بيكون جات من توجيهات الموضوع ده، ما تفتحوا خشمكم فيه. قال لك حماس تدرس قادة حماس المحاصرين في غزة، الله صنع وخلق للدفاع عن القدس والدفاع عن الكرامة البشرية إلى يوم الدين، والله جعل آية من آيات يوم الدين ذاته والقيامة دي انتصارنا في الأقصى، يخلوا شغلتهم اللي هم خلقوا عشانها وأثبتوا فيها جدارة، يجوا يقعدوا في السودان نفتح لهم بقالة ونفتح لهم كنافة نابلسية وتموت حماس. العرض ده اتقدم بيتين ودرسوه بتين، ومنو الوافق عليه اصلا، وتمت مفاوضات بتين لحد ما قال لك يعلنوه العرض ده. انا حسألكم عشان تكونوا شايلين المسؤولية فيما يحاك ضد السودان، والقيادة بتاعتنا القدرة تلعب الباص، وشكله في تفاوض تم بمقابل ان احنا نتحر الميليشيا دي، هم يكفوا اذاهم عننا ويغمضوا، بعدين نجي نعمل الاتفاق ده. واحنا هسه انا بكشح العشاء عشان بعدين يتكون الراي العام الواضح ان السودان للسودانيين، والبلد دي احنا بنفتحها لاي زول بوفق شروطنا احنا، رغم انه انا داعم القضية وداعم قادة حماس واترحم على هنية، ولكن المؤامرة دي اللي هم دارين يجيبوهم هنا عشان بعد 5 سنة تجي الامارات وتجي تسابيح تقول لي قادة حماس يخططون لتفجير مصر. انا الكلام ده فاهمه، والقائد التم الشغل ده فاهم اللعبة دي، وتسريب الحاجة دي للرأي العام من بعيد عشان نشوفه رأينا فيها برضو، انا الباص ده فاهمه وعامل رايح، وحس حاجات شحال العشاء في نص الانتصارات دي احنا شلنا منه ونسبته، ما حنديهم احد. احنا لازم ندعم موقف قيادتنا وندعم موقف البرهان وندعم موقف الجيش، ولازم نتحرك الان وجيشنا وغرفنا بتاعت القيادة والسيطرة تفهم انه شكل المعركة كله متأخر فيها، التمن حيكون شنو؟ الجرجرة بتاعت الجيش ده يا اخواننا ما قدر يشتغل يا اخواننا، يقف، لانه احنا بنتعامل مع مؤامرات كونية حقيقية. هم ما لقوا في بلدنا حجة عشان يتدخلوا، دارين يصنعوها ويدونا لا برضاهم وبرضانا، عين المؤامرة دي حاكمنا. العنوان بيقول شنو في جريدة الجريدة الخميس 3 أكتوبر 2024، حماس تدرس الخروج إلى السودان، طيب مقابل انسحاب إسرائيل واستعادة أموال. أفكار متداولة لصفقة جديدة. الشيطان ده بس ما أرجو مني القحة دي، أنا لو ما ألقوا حد بتفصل اللعب. واحد قاعد تفصل اللعب والله. عشان تفهموا شكل المؤامرة دي ركزوا معي. حاجة ركزوا كويس، الناس تركز في التعليقات، خلوا اللي بتعملوا فيه ده ركزوا كويس. هات انا حركت حاجة لكن ما اعرف شنو. لما تتحرك تبوك كده بعرف الحريق اول، بس ده شكله دخان زي حاجة.
لازم نتم الحتة دي إن شاء الله، وبعدين نمشي نعيه نمشي عليه يومين كده. العيا ذاته ما سمح يا جنة، والله العظيم ناس بيابو ساي. والله العيا سمح ترقد يومين كده عيان. ها لا ليك لا عليك، نبدأ من الأول. وبرضه هنا بنوصل الخبر ده، برضه دارين أخونا حسن إسماعيل في قناتهم طيبة إن شاء الله، يعني يحلل لنا الموضوع ده برضو من كل الزوايا، والناس تبدأ تشكل فيه جبهة كويسة. قال حماس تدرس الخروج إلى السودان مقابل انسحاب إسرائيل واستعادة أموال، أفكار متداولة لصفقة جديدة مقبولة إسرائيليا لوقف إطلاق النار تشمل تسليم غزة للسلطة. الخرطوم تتعهد بتحرير أرصدة الحركة في مصارفها وإعادة عقاراتها ومحطاتها التلفزيونية. دارين نشوف منو طرح الفكرة دي وموافقين على منو، وانتو رأيكم شو ضمن أفكار طرحت لوقف إطلاق النار في غزة. تلقت حماس عرضا عن صفقة وافقت عليها إسرائيل يتضمن بعضها إمكانية وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع مقابل خروج الحركة من غزة إلى السودان. وقال المصدر أن أحد الأفكار تقترح انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى المحتجزين على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع مقابل خروج حماس عبر معبر رفح إلى مصر وبعدها إلى السودان، حيث تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية. أوه. مبينا أن إسرائيل وافقت على المقترح وتم نقله إلى الحركة على يد وسيط خليجي بدعم دولة عربية. وسيط خليجي ده طبعا دحلان ولا عزم انطوان بشارة، ودحلان قاعد في الإمارات طبعا يهودي، وعزم انطوان بشارة قاعد في إسرائيل يهودي، بدعم دولة عربية طبعا بتكون السعودية. وبحسب المصدر فإن الجيش السوداني وافق على استضافة جميع قادة حماس ومقاتليها على أراضيه مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تمتلكها الحركة في الخرطوم إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير. ووضح أن الوسطاء يعملون على إقناع حماس وإسرائيل بباقي تفاصيل الصفقة المقترحة، مبينا أن أساسها سيكون مبادرة من الرئيس الأمريكي جون بايدن. نأخذ العناصر الأساسية، إحنا مصلحتنا وين والضرر الممكن يجينا. الضرر الممكن يجينا أول حاجة في وجود حماس وقادتها في السودان، بقت معروفة الحتة المشوليها، وزي ما حصلت قبل كده يعني الثورة لما قامت لجنة التمكين مشت قفلت كل المحلات بتاعت حركة حماس، وأخونا المجاهد المقاتل الشيخ محمود اللي كان خطيب ممسجد في جبرة، وقحت حتى البقالة المشهورة في 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 جبرة، البقالة المشهورة اللي عندهم ولد صغير عمره 10 سنة مشوا قبضوه، اللي تذكروا العملية بتاعت التفجير الإرهابية وانه في ارهابيين وما عارف شنو. فاحنا انت بتجيبوا حتتك برضا امريكا طبعا واسرائيل، حتى زمان استضافه الاخوان المسلمين لحركه حماس والعلاقات دي بعلم اسرائيل يعني، وبعلم الامريكان، ما في حاجه اسمها جدعانه كده، ما في جدعانه، كلكم تحت مظله امريكا يعني. لما جاي يطلعوهم جو ناس قحطوا لجنه التمكين عملوا التمثيليه والدراما في اخراجهم من السودان، صح؟ والجيش قاعد يعني، والجيش هو اللي مشى وهيئة العمليات وفككنا المتفجرات وعملوا القضية وبسببها طردوا قاعدة حماس. فحس الجيش هيعيد نفس العملية، دين نفسهم قادة حماس ودين نفسهم الإرهابيين اللي قلتوا عليهم، هيرجعهم في نفس حتاتهم مع ده. ده
مع تعهدات من الجيش يرجع لهم أموالنا المصادرة صادروها في 21، وبنوك وعقارات وكل وشركات، وعوضوهم كمان ويرفعوا منهم صفة الإرهاب. إيه رأيك في الصبغة دي؟ إيه رأيك في اللعب ده؟ ها؟ يجوا بعد 5 سنين يعملوا نفس الدراما، ناس الهيئة وناس الجيش، بعد 5 سنين إن شاء الله يجوا يقول لك والله قبضنا قادة حماس في جبرة، وقبضناهم في المعمورة، وإحنا والإسلاميين والإرهاب والوقت ده ينزلوا لنا الفصل السابع والفصل الثامن والفصل العاشر. الدراما دي إحنا المدرسة دي خشيناها قبل كده وما بنخشها تاني. مقابل الصبغة دي كان شنو؟ يعني إحنا قدمنا السبت في شنو؟ إحنا قلنا لهم الواضح، يعني ده رأينا، يعني إحنا قلنا لهم تدينوا الإمارات وتخلوها توقف دعمها للفصائل بتاعت الميليشيا، وفي المقابل إحنا هننفذ لكم الصفقة دي. طيب الكويس في الصفقة دي شنو؟ اللي هو إنها هتيجي بمبادرة من بايدن، يعني كده أنت ضمنت صف أمريكا ما هتعمل لك زعزعة تاني. واحد، ضمنت بموافقة إسرائيل، كده الاتنين ديل الكيان الصابوني وبايدن الإدارة الأمريكية معاك، أنت في السيف سايد لكن لفترة مؤقتة. داير الحلاوة دي في مقابل إنك أنت تيجي بعدين ترسم على شعبك وتدمر بلدك، بدوك الحلاوة دي. فظاهر إنه ناسنا ديل، ما أنا عارف دي إمكانيات جيشنا براه قدر إنه الآن يعدل موقف المعركة دي بدون أي تدخل خارجي، ولا أنا ما فاهم الحاصل. و ال 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 الشيء المهم الآن هو كلمة الجيش في استضافته لحماس. من طرح المبادرة دي؟ طرح الرئيس الأمريكي، وافقت عليها إسرائيل، والآن في جهات شغالة وسيطة دول عربية تقنع حركة حماس بالحاجة دي. وأنا طبعا شخصيا ولا مقتنع ولا الحاجة دي حتتم، ولا يمكن أدخل السودان ولن نسمح بإدخال السودان في متاهة وفي ملف بتاع حصار اقتصادي، ونكون تاني في قصة احتواء إرهابيين وما إرهابيين. دار بلدنا دي تمشي نظيفة، الدار يجي لنا عديل كده بدون صفقة حبابه، والبيجينا بالفيزا اللي بتاخدها من السفارة حقتنا، لكن تجي داخل بصفقة واتفاق الكلام ده ما عندنا والله عندها. شفناكم في كارلوس، وشفناكم في بن لادن، وشفناكم بيقول تجي ترجمونا في النهاية، تجي ترجمونا وتردمونا، وانتوا حاضنين وانتوا آوين وانتوا الدراما دي احنا صراحة ولا بنخش فيها ولا يمكن انه نخش فيها. مرحب بالشعب الفلسطيني السيادة المقاومة في العالم، رموزنا، ولكن بطريقه واضحه. زول يجينا بالسفاره عادي ياخد فيزا، انا اعرف انتوا تمنوا يا باشا تسوي شنو في السودان، انا ادق لك فيزا، السفير اداك فيزا حبابه، ما اداك فيزا حبابه. اما شغل المتكتك زي ده فانا بنبهكم، عشان كده بقول لكم المعركه يعني احنا البزناه في المعركه دي 1%، في 99% لسه ما بزناها، وكنت شايف انه الحاجه دي هتمشي كده، يعني لانه الشعب السوداني تصدى للشيطان والمؤامره دي، ما في طريقه يخترقونا تاني. من الخلاصه المساله دي، الان مسؤوليه الشعب السوداني ومسؤوليه القوات المسلحه. وحسي انا يعني بحيي هنا اولادكم في بحري التحرك، انا تاني هشتغل اعلان للحاجات دي بس. انا هشتغل اعلان للحاجات دي بس. يعني هنا اولادكم في بحري، هذه الأرض لنا فليعش سوداننا.
ولأن من شيم الملوك العيش أحرارا، كان لابد أن تكون لحلفاية الملوك كلمتها. أهل حلفاية الملوك في الله فاختبروا من كانت تصحو على كلمات إدريس جماع وألحان بشير عباس. ها هي تعاود النهوض بأصوات تعلوها الفرحة وبانتصارات متتالية من أقصى جنوبها متمثلة في الصرغاء إلى أقصى شمالها الكبري المجيد كبري الحلفاية. وباسم المقاومة نبارك لك وكل مواطني حلفاية الملوك، خلوها من الاشتباكات والنزاعات وخلوها من الميليشيا الذين ذاقوا مواطن الحلفاية الويلاتي من قتل وتعذيب وتشريد وإذلال ونهب ممتلكات. ونتمنى أن تدوم الأفراح ويتحرر الوطن الكبير وينعم الأمن والسلام ويعم الأمن والسلام. ولأن صوت الحق لا بد أن يقود لنفي كل الشائعات التي دعت بسقوط شهداء من متطوعي غرفة طوارئ الحلفاية من قبل القوات المسلحة، نطمئنكم أن جميع الأهالي بخير والحلفاية بخير. تسييرية لجان المقاومة والتغيير حلفاية 5 أكتوبر. ديل بيطمنوكم إنه الوضع الآن في الحلفاية عاد، وإنه الاتهامات اللي بتروج لها أبواق الميليشيا كذب، والمواطنين وكل الناس الشغالة في غرف التكايا وفي الكهرباء والمويه في أمان. وبيدعوكم للعودة إلى الحلفاية. لازم الآن الأسبوع ده كله إحنا بحري لازم نأمنه ونتحرك فيها أسرع. كل ما إحنا تأخرنا المؤامرات بتزيد. الحاجة دي في يد المواطن وفي يد القوات المسلحة. إحنا الآن هدفنا في بحري نربط الجيش بتاع الكدر مع الإشارة كده، بحري انتهت، موضوع انتهى. بهناك القيادة تقطع لنا الكوبري، تجي الإشارة، الموضوع انتهى. الناس خلال الأسبوع ده ترتب نفسها ترجع المناطق الآمنة في بحري، وعملية التدوين دي تكون في مسؤولية المسيرات وفي مسؤولية القوات المسلحة وفي اللجان اللي هتتكون للتأمين. بداية دارين أولاد بحري يدخلوا معسكراتهم، وإن شاء الله تدريب 5 يوم في إنك تتعامل كيف مع المتفجرات، تتعامل كيف مع جثث الكلاب دي اللي قاعدة في بيوتنا، تتعامل كيف مع الكهرباء، الموية المكسورة، تتعامل كيف تنظف الشوارع، تأمن الدرب. يجونا أولاد بحري نبدأ نتحرك في جبل موية، نبدأ نتحرك في الجزيرة، الناس تتحرك مع القوات المسلحة. المسألة بتاعت إنه نقعد نتفرج 6 شهور 7 شهور، الحاجة دي ما هتنفع. كل اللجان في بحري الآن تكتب بياناتها، تشوف الحوجة حقتها، احنا معاكم. المراكز الصحية بقدر القدرة اللي بنقدر عليها احنا جاهزين بإذن الله، بقدر القدرة اللي احنا بنقدر عليها احنا جاهزين. دي واحدة من الحاجات اللي هتأمن السودان، مش هتأمن مناطقنا وبس. ان احنا ما في حوجة في ان احنا نعقد صفقات خارجية، ما في حوجة في ان احنا نقدم تنازلات، ما في حوجة في ان احنا ندخل السودان ده في متاهة تاني مرقتنا منها صعبة. انا بس بقول لكم الموضوع ده في يدكم الان، كلنا يد واحدة، كلنا صوت واحد، نتحرك الان. يعلو هاشتاج راجعين، وتعلو لجان المقاومة، ولتعلوا لجان الإسناد، وأي زول خاطب ناس والناس تبدأ ترجع. هنتحرك في الخرطوم ودي هدفنا إن شاء الله. والجيش اللي بيتباطأ أو الجيش اللي هو بيطول في عمليته العسكرية في بعض المناطق بدون أسباب واضحة، أنت هتدخل السودان ده في مداها. الناس لازم تتحرك. إحنا اللي نازل شلنا منهم السبت هيكونوا دارين حقهم، إحنا لعبناهم صراحة. وبنشكر البرهان إنه لعبهم. بنشكر البرهان انه لعب، ولكن الحاجه دي ما بتستمر كتير، فلازم الناس توعى وتستوعب الحاجه دي. بنحيي قاده القوات المسلحه في بحري الواقفين على تامين بحري، وواقفين في مبادراتنا، وواقفين في الشباب المشوا دراكولا والشكري وامير علي ووحيد، الناس اللي نقلوا محطات الطاقة والدور البابورات. بدينا نشوف، وحنكون في مراسلين ثابتين بهناك في بحر بإذن الله. يعني احنا هنشوف طوالي حركة بحر دي، هنكون معاها 24 ساعة إن شاء الله، لأنها تكون منطقة يعني
يعني تتحرر قدامنا يعني باسمكم نشكر قادة القوات المسلحة، الناس اللي وقفت معانا. طيب باسمكم واسم بحري نشكر السيد العميد طه الكباشي وقفته في كل المبادرات وتسهيل عبور الإمداد إلى بحري وحماية وحراسة أولاد أم درمان وأولاد بحري العبر الكوبري وتوجيهاته. وباسمكم نشكر السيد العميد طه الكباشي ونشكر السيد أسامة الخبير السيد العقيد أسامة والإعلام و وإن شاء الله حنمدهم بأعلام السودان على طول كوبري الحلفاية بإذن الله. بتعهد بانا تحركوا في الموضوع ده، دراكولا شوفوها في الطبيع وين تتجهز، وين الأعلام دي تترصى كلها في الكوبري، وعملية صيانة اللمبات اللي في الكوبري برضو احنا ان شاء الله جاهزين فيها، وصال الكهرباء برضو من هنا بنحيي ناس الكهرباء والموية وسيد الوالي. و جاهزين يعني لازم نتحرك في بحري دي سريع عشان نضحك كل المؤامرات الماشية دي. مر علي فيديو أخونا خليل في زيارة لأسرة الشهيد عثمان مكاوي في مكة، هم في أداء العمرة. إحنا ما بنتكلم عن القصور الحصل ولا أي حاجة، لكن يعني إحنا إن شاء الله بنتكفل بهم تماما ونتكفل بكل أسر شهدائنا في الأيام القادمة إن شاء الله. أسرة الشهيد مكاوي الحوجة بتاعتهم كلها هتترتب. من هنا بخاطب أخونا سعد بابكر وشركة تاركو، تخاطب المسؤول من شركة تاركو محطتكم في المملكة العربية السعودية يوفر لهم عربية بسواق فترة إقامتهم وفندق مريح مطل على الحرم المدني، وبرضو تجراء فحوصات وإجراء كل الحاجات دي. أخونا سعد بابكر المسألة دي إن شاء الله في طرفكم، و احنا ما بنقصر مع رموز معركة الكرامة والشعب السوداني، وبنحييهم من هنا ونسأل الله انه يتقبل الشهيد عثمان مكاوي وما قدم للشعب السوداني. واحنا ان شاء الله يعني اذا حصل اي قصور او حصل اي حاجة فاحنا يعني نستميح عذرا، وممكن مسألة بتاعت ترتيبات الشباب اللي قاموا بالحاجة دي ما ترتبت كويس، لكن معاهم أخونا خليل الضو الضبياني وحيتواصلوا معاك يا خليل. الشباب ديل هيوفر لهم إن شاء الله كل حاجة ولحد ما يمشوا المدينة، وفندق مطل على إن شاء الله الحرم المدني، ويبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم سلام الشعب السوداني وسلام القوات المسلحة قيادة وشعب. وإن شاء الله ينصرنا ربنا بدعواتهم وتتوفر لهم كل السبل بتاعت الراحة، وإن شاء الله يرجعوا السودان ويلقوا بيتهم جاهز كمان يا سعد بابكر. يعني المسألة دي برضو تتم لحد ما يجوا راجعين بيت وتتوفر لهم كل السبل بتاعت الراحة، إحنا شهدائنا ورموزنا ما بنقصر فيهم. فدي إن شاء الله خطيناها في يعني في أمان لسعد بابكر وشركة تاركو. أنا حقيقة عيان، كلام ذاته مشكلة يعني. نمشي النوم بس.